بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب نواقض الإسلام الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. خامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ما دام يبغضه ولو عمل به فإنه يرتد بذلك عن دين الإسلام. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا أبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يرتد، ولو كان يعمل به. العمل ما يكفي حتى يعتقد أنه حق ويحبه، يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما كون الإنسان يكسل يحب النوم ويحب، وما هم معناه أنه يبغض ما جاء به الرسول، لكن يغلب عليه الكسل فقط، حب الراحة، هذا ما يعتبر ردة عن دين الإسلام، هذا يعتبر من العجز والكسل. قد استعاذ صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. يجب التنبه لهذا. بعض الناس يفهم أن إنسان إذا تكاسل ولا أصابه العجز والفتور يقول هذا بغض لما جاء به الرسول. لا، ما هو بغض لما جاء به الرسول، البغض شيء في النفس، عقيدة، هذا هو الذي يرتد صاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يسخر من توفير اللحية ويقول الدين ما هو بالشعر، والذي يسخر من السواك يقول طول مسواكك يعمل كذا يستهزي، هذا يعتبر ردة عن دين الإسلام. ولو كان هذا الشيء مستحب، لو كان أنه ما هو واجب، لو كان مستحب ما يستهزي به، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعظمه ويحترمه، ولو كان إنه ما يعمل به، قد يترك العمل به كسلا أو جهلا. أما من كرهه أو سبه وتنقصه وإن كان يعمل به فإن هذا ردة من دين الإسلام. والدليل هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من غزوة تبوك، كان قادما من غزوة تبوك إلى المدينة،
وفي بعض منازله تحدث جماعة مجتمعين وتنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في القوم فتى صغير شاب فأنكر وقال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الغلام ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل في هذا المجلس، فوجد الوحي قد سبقه ونزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالخبر. ثم جاء الشاب أخبر الرسول، لكن الرسول بلغه هذا الأمر من السماء قبل أن يحضر هذا الشاب. فهذا هؤلاء الذين جلسوا في هذا المجلس كانوا من المؤمنين، كانوا من المؤمنين مسلمين، ما هم منافقين، مسلمين. جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يعتذرون يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع عنا به الطريق. الرسول لا يلتفت إليهم ولا يرد عليهم إلا بقوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيد على هذا عليه الصلاة والسلام. وكانوا يتعلقون بركاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يعذره فأبى أن يعذره ولا يرد عليهم إلا بهذه الآية، قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا دليل على أنهم مؤمنون في الأول ليسوا منافقين. ولكن لما قالوا هذه المقالة حتى ولو كانت من باب المزح، هذا ما فيه مزح، لو كانت من باب المزح فهي ردة عن دين الإسلام، لأنه لا يستهزأ بالدين وأهله وبالقرآن والسنة، ولو كان مازحا في هذا هو هذا محل المزح. فهؤلاء ارتدوا بعد إيمانهم بهذا الكلام الذي قالوه، وهم يقولون ما قصدنا ولا قصدنا، إنما نقصد الترفيه ونقصد المزح ونقصد. الله جل وعلا أجابهم، أجابهم الله جل وعلا، الرسول إنما يذكر لهم جواب الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرتد عن دين الإسلام. نعم نعم أبعد بدينا حتى ننتهي. كيف انتهى؟ هي صفحتين ها؟ هي صفحتين فقط يعني نضطر كل صفحتين. طيب أخذ. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول حصل عندي إشكال في جوابكم عن بناء الكنائس، هل كفره راجع لمجرد الفعل أم يشترط الاعتقاد في ذلك؟ يا أخي ما يجوز للمسلمين أن يبنوا الكنائس لأنها معابد كفار
ونحن لا نعين الكفار، ما نبني لهم الكنائس، لكن إذا دخلوا تحت حكم الإسلام، إذا دخلوا في العهد ودفعوا الجزية للمسلمين، فإنهم يقرون على ما عندهم من الكنائس، لكن لا يحدثون شيء جديد، يقرون على الموجود فقط، وإذا انهدم شيء ما يعمرونه، ما يمكنون من تعميره، لكن يقرون على الكنائس الموجودة فقط. ما نحن فلا نبنيها ولا نرممها ولا نساعدهم عليها، لأنها مواطن كفر تثليث، يقولون الله ثالث ثلاثة، يقولون المسيح ابن الله، عندهم عقائد، يعبدون الصليب الذي يزعمون أنه على صورة عيسى وهو مصلوب، كذبوا في ذلك. نحن لا نمكنهم من هذا ولا نبني لهم الكنائس، حتى في بلادهم إذا دخلوا تحت العهد ما نمكنهم من إحداث كنائس جديدة، إنما نقرهم على الموجود فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من أحل الغناء والموسيقى؟ هذا كبر خطأ وضلال، لكن نظر لما في ذلك من الخلاف، قد يكون يحسب أن الخلاف أنه دليل على الجواز، يكون يعذر بإطلاق الكفر عليه، لكن يقال إن هذا خطأ وهذا ضلال، نظر لما فيه من الاختلاف بين العلماء، مسألة هذه مختلف فيها، لكن الصواب والحق أنها حرام، لكن قد يكون ظن أن القول الثاني أنه صحيح، ولم يتعمد يعني استحلال الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا من التأويل، هذا من التأويل الذي يعذر به، لكن هي قال ما عليك ولا هذا بخ خلاف، نقول لا، أنت آثم وهذا شيء لا يجوز، وكون فيه خلاف ما يبيحه لك ما يكون هذا دليل على أنه جائز. نعم. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من استهزأ بقول أحد المذاهب كمن يستهزئ بمن يضع يده تحت السرة في الصلاة؟ ما رأيكم في من استهزأ بقول أحد المذاهب كمن يستهزئ بمن يضع يده تحت السرة في الصلاة؟ هذا وضع اليد اليدين، قبض اليد اليسرى باليد اليمنى في الصلاة في حال القيام، سواء وضعها تحت السرة أو تحت الصدر، هذا السنة، كله سنة، ما هو بواجب، ما هو بواجب، هذا سنة. لكن إن كان يستهزئ بالمشروعية، مشروعية قبض اليدين، هذا يعتبر ردة. أما إن كان يستهزئ بفعل الإنسان فقط ولا يستهزئ بأصل السنة، هذا ضلال، يعتبر ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا نحكم على الشخص بعينه، فلا نقول أنت كافر، بل نحكم على عمله أو قوله بأنه كفر. هذا قول المرجئة، ترددون علينا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، نطلق عليه الحكم بموجب ما فعل أو قال، ولا لنا إلا الظاهر، نحن ما نبحث عن غير الظاهر، فمن فعل الكفر كفرناه، من فعل الشرك اعتبرناه مشركا، ما لنا إلا الظاهر، أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا صار أنه يدعو غير الله ويعبد القبور والأضرحة ثم مات، هل تغسله أنت، صلي عليه وهو مشرك؟
هل تدفنه في مقابر المسلمين وهو مشرك؟ أنت مالك إلا الظاهر، تحكم بالأمر الظاهر، إلا إذا كان جاهلا ما يدري ومثله يجهل هذا الشيء تعذره في الجهل. أما نقول نعتبر هذا كفر ولكن صاحبه ما هو بكافر، كيف اللي يفعل الكفر ما هو بكافر؟ كيف اللي يقول كلمة الكفر ما يكون كافرا؟ نعم. يقول وعلى المعين يلزم شروط التكفير وجودها؟ المعين وغير المعين، إحنا ما لنا إلا الظاهر يا أخوة، ما لنا إلا الظاهر، نحكم على الناس بما يظهر عليهم، أما البواطن والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم من يقول إنما الدين بالقلب لا باللحية، اللحية ديكور؟ ديكور هذا يستهزئ بالسنة، هذا يستهزئ بالسنة، ولو كان في القلب دين ما حلق لحيته، فحلقه للحية يدل على نقص دينه، على نقص إيمانه. نعم. وهذه سائلة تقول في حفل الزفاف هل يجوز للعروسة أن تلبس فستانا أبيض أم أن هذا يعتبر من التشبه بالكافرات؟ مسألة اللباس يا أخوان هذا حسب عادة المجتمع، حسب عادات المجتمع، فأنت لا تخالف ملابس المجتمع، يسمى هذا الشهرة إذا خالفت، إلا إذا كان ما عليه المجتمع محرم فلا، أما إذا ما في الأصل في الملابس وصفة اللبس الأصل فيه الإباحة، إلا ما خالف الدليل، إلا ما خالف الدليل فإنه يمنع، أما ما لم يكن فيه دليل والناس معتادين على لبس هذا الشيء، النساء لها لباس والرجال لهم لباس، الملابس هذه من العادات، من العادات لا يتعرض لها ما لم تخالف دليلا شرعيا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول طال اشتياقي للحرم ووالدي مريض وإخواني لا يذهبون بأنفسهم إلا نادرا. طال إيش؟ تقول طال اشتياقي للحرم. نعم. ووالدي مريض وإخواني لا يذهبون بأنفسهم إلا نادرا ومنهم من لا يذهب مطلقا، هل يجوز لي الذهاب مع سائق مأمون ورفقة نساء طيبة من جدة لمكة، علما أنني ولله الحمد أميز الطرق وفي العقد الرابع من عمري، وما ضابط النهي في ذلك؟ وهل يجوز أخذ عمرة وكذلك الحج بهذه الطريقة؟ هذه خلوة، ركوبها مع السائق ولو كان في داخل البلد هذا حرام، لأنه خلوة، خلت معه السيارة والخلوة محرمة، أما السفر هذا شيء آخر، عندنا السفر بدون محرم هذا حرام بنص الحديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا وما ذو محرم. المسألة الثانية الخلوة ولو في البيت، مو بالسيارة، ولو في البيت أو في السيارة، ما تخلو المرأة مع الرجل، ما خلا رجل بامرأة، هذا حديث صحيح، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج أخوه ولا هذا يحتاج للدخول؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني خطره أشد، لأن المرأة تتحرز من الأجنبي ولا تتحرز من قريب الزوج، فلا يجوز الدخول على النساء ولا يجوز خلوة المرأة مع الرجل، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، سواء في السيارة أو في البيت أو في المكتب أو في أي مكان لا يجوز. نعم. تقول ولو كانت معها رفقة طيبة من تقول وإن كان معها رفقة طيبة من النساء، إذا كان معهم من تزول به الخلوة، امرأة ثانية أو ثالثة أو معهم رجال وهم في غير سفر
في غير سفر لا بأس، زالت في الخلوة في وجود من تزول به، أما إن كان ما معه إلا أطفال صغار لا ما زالت الخلوة، ما إذا كان معه ناس بالغين فتزول الخلوة بهذا، إلا إذا كان يخشى منهم، يعني بعض العصابات إجرامية من الرجال لا يؤمنون على هذا، لكن إذا كانت جماعة ما يعني سليمة نزيهة لا بأس. نعم. داخل البلد ولا خارج البلد؟ الخلوة ما تجوز يا أخي، لا في داخل البلد ولا في خارج البلد ولا في البيت ولا في المكتب ولا في السيارة، ما تجوز الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض العلماء يقول إن ساب الدين لشخص ما فيه تفصيل، فإن كان إن ساب الدين لشخص إن ساب الدين لشخص ما أي شخص إن ساب الدين لشخص ما يعني دين فلان ها؟ يعني يسب الإنسان لدينه، هذا إيش تقول؟ بعض العلماء، نقرأ السؤال كما هو، يقول: بعض العلماء يقول إن ساب الدين لشخص ما فيه تفصيل، فإن كان يقصد أخلاقه ومعاملة من سبب الدين فلا يكفر، وإن قصد دين الإسلام فإنه يكفر. من هو العالم اللي يقول هذه المقالة؟ علمنا منه. ما اطلعت على شيء منه. اللي يسب الدين يكفر بدون تفصيل، أما هذا التفصيل ما أدري. ومن هو العالم اللي قال هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. لئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآيات، الآية معروفة، وأنت تفصل منين جبت هالتفصيل؟ نعم، من سب الدين يكفر. نعم. وهذه سائلة تقول: يخطئ كثير من الناس في مفهوم اللباس الضيق والعاري، ويعدون اللباس الذي يصف مفاتن جسمها كعجيزتها وصدرها وبطنها من اللباس المحتشم. لا، ما هو محتشم، هذا ما هو محتشم، هذا أشد فتنة من كشف العورة، لأن لباس الضيق الذي يبين أحجام العورة وتقاطيع البدن أشد فتنة من الكشف. قد تكون المرأة دميمة ما تشتهى لو كشفت، لكن لو وضعت هذه التقاطيع وهذه اعتبر هذا فتنة ويجملها، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الاستهزاء بالملائكة أو الصحابة أو واحد منهم يعد ردة؟ ما في شك، ما رأينا مثل قرائنا، لولا استهزأوا بالقراء، استهزأوا بالقراء وكفروا بذلك، كفرهم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الاستهزاء بالدين ولا بأهل الدين. استهزاء بالرسل أو بالملائكة أو بالعلماء، من يبقى حينئذ؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من قارة أوروبا، يقول: يوجد مجموعة من الإخوة المستقيمين في أوروبا يلبسون سروالا فضفاضا، ومن فوقه يلبسون لباسا ضيقا يظهر مفاتنهم، تفتتن بهم الفتيات، ولو نصحتهم يقولون العورة ما بين السرة والركبة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. نعم، حد السرة العورة ما بين السرة إلى الركبة، ولكن إذا لبس لباسا ضيقا هذا شيء آخر، فتنة ثانية، لا يلبس الضيق الذي يفتن الناظر إليه، وله غطى العورة، غطاها، ولكنه غطاها بشيء فاتن، فلا يجوز هذا، غطيها بشيء فضفاض، أما يغطيها بشيء ضيق هذا يزيد الفتنة فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نقول في من يصلي على الملحدين وتاركي الصلاة متعمدين، ويقول: نحن في بلاد مسلمة، لسنا ببلاد كفار؟ الذي يظهر الإسلام ولا يظهر عليه شيء صلي عليه، أما من أظهر الكفر والإلحاد
ولا نصلي عليه ولو كان في بلاد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: قامت إحدى المتأثرات بتقنية الخارطة الذهنية. قامت إحدى المتأثرات بتقنية الخارطة الذهنية. خارطة الرسوم هذه الجداول وكذا الجيرات الرسوم التوضيحية. الخارطة الذهنية. الذهنية؟ نعم. ما أعرف الخارطة الذهنية. إيش الخارطة؟ تشير لبعض المعلومات وتقسيم لها مع وضع بعض الصور والتلاوين والإشارات والرموز. رسم توضيحي يجمع شتات ما تفرق. قل الرسم التوضيحي لا تقول الخارقة. نعم. كما هو في السؤال. نعم. يقول نعم بتفسير سورة يونس عليه السلام بالباطل، فقالت عند قوله تعالى أن لهم قدم صدق فرسمت قدما قدما، وعند قوله ثم استوى على العرش رسمت كرسيا، واستخدمت السورة كلها. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ولا يجوز تفسير القرآن بهذه الصور. يعني حسب فهمك تصور هذه الصور قدم صدق. أنت ما تفهم القدم إلا قدم الإنسان تصوره. الآية ما تقصد هذا. أنت تفسر القرآن بغير تفسيره وتقول على الله بغير علم، فلا يصور الصور تفسيرا للقرآن. ولهذا ندد العلماء بتفسير لطنطاوي جوهري معروف مصري يفسر القرآن ويضع صور لمعاني الآيات، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل اعتقاد كفر عباد القبور بأعيانهم خاص بالعلماء أم أنه واجب كذلك على العوام؟ كل من عبد غير الله، كل من عبد غير الله من العلماء ومن العوام ومن الحضر والبدو فإنه مشرك. كونك تعذره تقول هذا جاهل، الله أعلم. الجهل له حدود، وين يعيش فيه هذا؟ هو يعيش ببلاد بعيدة عن الإسلام ولا يعرف شيء، هذا جاهل. لكن اللي يعيش مع المسلمين ويحضر في المساجد ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس، ما إلى متى الجهل؟ يوم القيامة يزول جهله؟ ما يصلح هذا. التماس الأعذار وتسهيل الأمور للناس بهذه الطريقة هذا أمر لا يجوز، وهذا مذهب المرجئة. مذهب المرجئة يطل علينا الآن على أيدي أناس من أبنائنا، علينا أن نحذر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل اختلف العلماء في مسألة العذر بالجهل أم أنها مسألة إجماعية؟ العذر بالجهل، الجهل الذي يعذر صاحبه هذا ما هو محل خلاف، لكن الجهل الذي لا يعذر صاحبه هذا ما لا يعتبر الخلاف فيه. اعتبار الخلاف فيه خلاف فيه باطل. إذا فسروا الجهل بأنه كل جاهل وكل ما يعرف، ما يصلح هذا. الجهل له حدود وله أماكن وله ضوابط. نعم. نستسمح الشيخ إعلان بسيط. توجد سيارة فورد جراند تقف على طريق الناس، رقم اللوحة باء سين لام، ومن اليسار 6502، اللون أسود، يرجى تحرك سيارتي. وندعو الإخوة جميعا إلى أن لا يوقفوا سياراتهم عند بيوت الناس أو أمام سيارات الآخرين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في آية الاستهزاء دليل على هجر أهل البدع والمعاصي إذا لم يتوبوا؟ نعم، ما في شك. أهل البدع والمعاصي إذا لم يقبلوا الحق ولم يتوبوا يهجروا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الإخوان ممن يخوضون في الفتن ويكذبون ويشهدون الزور، هل يجوز هجرهم وترك مجالستهم؟ هؤلاء يناصحون ويغلظ عليهم، فإن قبلوا
الحمد لله. إذا لم يقبلوا وكان في هجرهم زيادة في شرهم يزيد شرهم فلا يهجرون، لكن تواصل النصيحة معهم. وأما إذا كان في هجرهم ردعا لهم وفيه رجاء لأنهم يتوبون فيهجرون بقدر المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول فيه السائل: عندنا في فرنسا إذا دفن شخص في مقبرة فعلى أهله أن يدفعوا الضرائب عليه وذلك كل عام، وإن لم يدفعوا يخرجوه فيتم حرقه ورميه في القمامة، فهل يجوز أن نسافر بموتانا إلى بلدانهم الأصلية ليدفنوا فيها؟ حتى ولو لم يطلبوا أجار ما يجوز يدفن المسلم في مقابر الكفار ولو كان مجانا ولا يؤخذ عليه شيء، ما يجوز. لا يدفن المسلم إلا مع المسلمين. وفي البلاد الأخرى المعروف أن كل بلد فيها مقبرة للمسلمين، فيه مراكز إسلامية، فيه جاليات إسلامية لهم مقابر خاصة للمسلمين، فيدفن المسلم معهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مشاكل المدافن في الخارج يرجع فيها إلى المراكز الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما قولكم ورأيكم في من وجد عملا في الغرب فينتقل من هذه البلاد إلى هناك انتقالا نهائيا؟ إذا لم يجد عملا في بلاد المسلمين وذهب إلى الغرب لأجل الضرورة ليعمل ويحصل على آجار مباح لا بأس به، بقدر الحاجة، قدر الحاجة مع التمسك بدينه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندما نقول إن تطبيق وتنزيل النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبة العلم، يقولون أنتم مرجئة، هل هذا صحيح؟ إنما علينا نطبق النواقض على من اتصف بها، على من اتصف بها لأجل يتوب إلى الله ويرتدع عما هو عليه. والنواقض من تنطبقت عليه، من انطبقت عليه النواقض يعطى حكمها، وليس هذا خاص بالعلماء، هذا يرجع إلى انطباقها عليه، إذا انطبقت عليه يعطى حكمها. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من هنأ الكفار بأعيادهم؟ لا يجوز هذا، لأن هذا تشجيع لهم ورضا ببدعهم وشرورهم، فلا يجوز تهنئتهم بأعيادهم إلا للضرورة. إذا دعت الضرورة إلى هذا مثل ولاة الأمور يضطرون إلى أنهم يهنئونهم، لا من باب إقرارهم على ما هم عليه ولكن من باب السياسة دفع الشر، هذا قد يكون جائزا لولاة الأمور خاصة، أما عوام الناس يعني كل المسلمين يهنون الكفار ما يجوز هذا. الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد الكفار، الزور المراد بالزور هنا أعياد الكفار، لا يحضرونها ولا يهنئون أصحابها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أخت تنام عن صلاة العشاء وتقضيها في الفجر بسبب أن توقيت الصلاة متأخر عندهم، فما نصيحتكم لها؟ ما تجمع صلاة العشاء مع الفجر، ما تجمع، كل صلاة في وقتها، تصلي قبل أن تنام، تصلي إذا أرادت أن تنام في الوقت تصلي الصلاة ثم تنام ولا تؤخرها، تقول صليها مع الفجر، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل رمي المصحف كفر أم يرجع إلى حال الفاعل؟ ومتى يرجع؟ إذا كان سقط منه المصحف ولا أراد هذا سقط منه لا حرج عليه، ما إذا ألقاه استهانة به هذا يعتبر من الردة. نعم. ومتى يرجع لحال الفاعل في فعل الناقض؟ ومتى يرجع لحال الفاعل في فعل الناقض ومتى لا يرجع إلى حاله؟ هذا تفصيل ما أدري عنه، لكن من فعل شيء من النواقض
من فعل شيء من النواقض حكمنا عليه به بناء على فعله أو على قوله. أما التماس الأعذار نحن لا نلتمس لهم الأعذار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عرضت علينا الشركة قرضا ماليا لكن بشرطين، الأول ضامن من الشركة، الثاني الأول ضامن من الشركة، الثاني نشتري كمبيالة من مكتب الضرائب قيمة القرض 20,000 وقيمة الكمبيالة 45.5، أي لابد أن نشتري الكمبيالة من مكتب الضرائب ونقدمها مع نموذج القرض. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا أن فيه زيادة في القرض، وثانيا أنه بيع وقرض، يعني بيعتين في بيعة، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب على الإنسان أن يتبرأ من الكفار ومن دينهم، كيف يكون التبرؤ من الوالدين إذا كانا كافرين؟ نعم، يتبرأ من دينهم، ولكن يتبرأ من دينهم ولا يحبهم، ولكن يبر بهما معاملة مكافأة دنيوية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، مكافأة على فعلهم معك وتربيتهم لك وأنت صغير. فأنت مثل ما إن المشرك إذا أحسن إليك ولم يسئ إليك تحسن إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فهذا ما هم من باب المحبة، وإنما هو من باب رد الجميل فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسكن بجدة ويعمل بمكة، فهل تجري على فعله أحكام السفر من الجمع والقصر؟ ها؟ هذا السائل يسكن بجدة ويعمل بمكة ويتردد يوميا، فهل هذا سفر وهل تجري عليه أحكامه من الجمع والقصر؟ ما في سفر بين جدة ومكة، لأنه تقارب البنيان، بنيان تقارب الآن، بنيان مكة وبنيان جدة، ما بقي بينهم مسافة 80 كيلو، فما في سفر بين مكة وجدة. نعم. فهل نستفيد من هذا جواز طلوع المرأة مع رفقة صالحة إلى مكة مع السائق؟ خلوة يا أخي، ما هو بسفر، هذه خلوة، خلوة شيء والسفر شيء آخر. نعم. أنتم ما تفرقون بين الخلوة وبين السفر، هذا حرام وذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أتعامل مع من سب الله أو سبه في بلد عربي لا يحكم بالشريعة؟ أنكر عليه وبين له، أنكر عليه وبين له وأمره بالتوبة، وهذا الذي تقدر عليه. نعم. يقول هذا السائل: كيف نرد على الحاقدين على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذين يقولون إن الشيخ كفر معظم الأمة بهذه النواقض العشرة؟ هذا اتهام للشيخ، أنت بين لهم دعوة الشيخ وحقيقتها، بين له، ربما أنه يجهلها ويسمع الناس ويقلدهم، بين له وضح له دعوة الشيخ. الكثير أنهم يقبل الحق إذا بينت له، لأنه يقع في هذا عن جهل مع الشيخ ومع غيره، هذا يحصل. لكن إذا بين لهم الذي يريد الحق يرجع إليه، واللي ما يريد الحق هذا ما لك بحيلة، هذا ما تعمد الضلال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه: ما رأي فضيلتكم في من يطعن في العلماء وكيف نتعامل مع مثله؟ مناصحة، عليك بالمناصحة، ما تبرأ ذمتك إلا بالمناصحة، فمن يقبل فالحمد لله، وإلا أنت أديت الذي عليك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.